بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فإن لقاء الاثنين يكون الحديث فيه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن فقه السيرة النبوية التي ينبغي أن تكون هي نبراس حياتنا، والتي ينبغي أن تكون هي الديدن والشاغل الكبير لنا في حياتنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياته كما قال هو عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: يا رسول الله، حياتك عرفنا، لكن كيف مماتك وقد أرمت؟ ما أريده أن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام سنته ينبغي أن تكون موجودة في حياتنا، ينبغي أن تكون ماثلة بين أعيننا، ما ينبغي أن نجعلها فقط يعني للبركة أو لا، على العكس تماما، ينبغي أن نستذكر هذه المعاني العظيمة من سيرته صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومسألة الأصحاب هذه مسألة كبيرة، ويعني ينبغي أن نفهم أن الإنسان أهم شيء صاحبه. هلا أخي محمد، لو واحد قال لك صف لي فلانا، شفت له أنت، تقول له احكي لي مين أصحابه، بخبرك أنا. لذلك قالت العرب: قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. تصاحب أهل الفضل من أمثالكم، فأنت من أهل الفضل. تصاحب لا قدر الله الفئة الثانية، فأنت منهم. لذلك اختيار الصاحب مسألة هامة جدا. والنبي علمنا، قال: لا تصحب إلا مؤمنا. حاول أنك ما تصحب إلا واحد من أهل الإيمان. ليه؟ قال: إذا نسيت الله وشريعته ذكرك، وإذا ذكرت أعانك. فاختيار الصاحب مهم جدا. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام، يعني هؤلاء الأصحاب كيف يعني يتعامل معهم؟ أول شيء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه بالحب، بالاحترام، بالتقدير، وكان يحترم المواهب. يعني مثلا واحد عنده موهبة الكلام والشعر، يوظف هذه الموهبة في خدمة الدعوة. سيدنا حسان ابن ثابت كان شاعر ولسانه يعني مؤثر، أيام زمان ما في فيسبوك ولا انستغرام ولا في شيء، فقال له عليه الصلاة والسلام: أهجهم وروح القدس معك، وهجهم وروح القدس معك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالمواهب، وكان مثلا كل واحد من الصحابة يعني يوظف موهبته لخدمة الدين. يعني واحد مثلا عنده لبق وعنده ما شاء الله يعني موهبة في التعامل، يحطه مع الوفود، استقبال الوفود، كيف يحاكيهم، كيف كذا. واحد مثلا شجاع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي دجانة:
لبس العصابة الحمراء بالمعركة وكذا وصار شايف حاله. فالنبي قال إن الله يبغض هذه المشية إلا هنا، هي الموقعة افتخار وأظهار عزة الإسلام وقوة الدين، قال له إلا بهذا. وكان مثلا إذا واحد عنده يعني قدرة في التجارة يوظف هذه الموهبة والعلاقات التجارية للدعوة. سيدنا عثمان كان تاجر ماهر، كان تاجرا ماهرا، وكان رضي الله عنه ذا تأثير في السوق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا أن يؤثر سيدنا عثمان بالتجار. ليه؟ لأنه إذا أسلم هؤلاء الصناديد وهؤلاء التجار وهؤلاء الزعماء وهؤلاء الكبراء، قطعا في معظم الأحيان مين بيسلم كمان؟ أتباعهم. هلأ لو واحد صاحب شركة ولله المثل الأعلى ولرسوله، في ناس أحيانا إن صاحب الشركة راح يصلي بالجامع بيروح يصلي ويكون مو متوضي وممكن ما بيصلي. فقالوا الناس على دين ملوكهم، لذلك كان حقيقا بنا أن نبحث عن شخصيته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أصحابه، يحترم مواهبهم، لا يكسر بخاطر أحد. مثلا كان يجي لعنده البدوي اسمه زاهر، يأتي من البادية يجيب للنبي عليه الصلاة والسلام طعام البادية، فاكهة البادية، فيقول عليه الصلاة والسلام زاهر باديتنا. هو بيجيب للنبي عليه الصلاة والسلام الأكلات تبع الصحراء، ونحن حاضرته، أن يعلمنا التبادل والحب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان أغلب الصحابة شباب، والشباب لهم تطلعاتهم ولهم قدراتهم ولهم ولهم، فكان يعني مثلا واحد من الصحابة شافه جالس يعني ينظر إلى النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ له هيك أذنه بطريقة عكسية له مشان يغض بصره بطريقة لطيفة بدون ما يكسر خاطره. جاء مرة شاب، يا رسول الله أعاهدك على كل شيء وبايعك على كل شيء، بس موضوع النسوان ما بقدر أنا، ما إلا الزنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بحب بلطف بحنان، قال له أترضاه لأهلك؟ ما النبي ما قال له حرام وحلال، بس قال له أنت بتقبله لأهلك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كما أنك لا ترضاه لأهلك وتكرهه لأهلك الناس يكرهونه. ووضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره، صدر الشاب، وقال اللهم طهر قلبه وحصين فرجه. فخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخل إليه وكان الزينة أحب شيء إلى قلبه، وخرج من عند النبي وصار الزينة أبغض شيء إلى قلبه. هلأ بتقول لي وين مسحة النبي؟ أنا ما أريده كيف النبي كان يتعامل مع الأصحاب. الآن أغلب العلاقات بين الأصحاب شو هي؟ مصالح. واحد مثلا عنده مركز اجتماع، أهلا وسهلا كل جمعة بيبعث لك جمعة مباركة وحبيبنا ونوره، بس تطلع عليه أنه رح يتفنش ما حدا يسلم عليه، أبدا مصالح. لذلك سيدنا رسول الله علمنا قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، والنبي في رواية ما ذاق حلاوة الإيمان، في رواية وجد حلاوة الإيمان. قال أن يحب المرأة يعني الإنسان لا يحبه إلا لله، لا الله ما بتحبه لأي شيء ثاني. فإذا أحبيته لله تبذل مالك وصحتك ومهجتك وتناصر من قلبك تشعر بسعادة. أما الآن 99 يعني 98% من العلاقات الاجتماعية شو هي؟ مصالح. إذا ما له مصلحة معك ما بقول لك مرحبا أبدا، وهذه إشكالية كبيرة. أسأل الله أنه يرزقنا أن نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أول وحدة كيف يا حبيبنا يا محمد كان يتعامل مع النبي؟ بحنان مع أصحابه. اثنين كان يحترم المواهب يوظفها. ثالثا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب بأسلوب
لطيف دون أن يكسر بخاطر أحد. يعني بلغه مثلا عن أحد الصحابة يفعل كذا على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا بدون ما يقول له أنت، دون أن يكسر بخاطره، دون أن يعيره، دون أن يعني يقول له أنا رسول الله وأنا بعرف كل شيء وكذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على جبر خاطر الناس، كان حريصا ألا يفضح أحدا أبدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات الناس فإنه من يتبع عورة أخيه يفضحه الله ولو في جوف رحله، يعني حتى لو يعني جوات بيته الله بيفضحه والعياذ بالله. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأصحابه لما يراهم في مسألة مثلا عم يضحكوا فيستثمر هذا الاجتماع لإرسال رسالة لهم للشباب. مثلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فوجدهم يضحكون فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلما سمعوا هذه الكلمة إذا بهم يزداد صاروا يبكوا حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله نبئ عبادي. والله آية عجيبة، أي سبب الصحابي كان جالسين قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كلمة نبئ بدنا نوقف عندها شوي، شو معنى تنبئ؟ في فرق بين نبأ في فرق بين الخبر. شو الفرق يا محمد بين الخبر والنبأ؟ شو الفرق؟ فرق كبير. هلأ لو أنت رح اشتريت بطيخة مثلا وأكلتها قلت لنا والله بدي خبركم خبر كثير مهم، تفضل اشتريت بطيخة وأكل صحتي، شو دخلنا نحن؟ هذا خبر. أما لو قلت مثلا أنه سيأتيكم مثلا عالم الفلاني أو مثلا انتظروا فرصة ذهبية، هذا خبر، عفوا نبأ. النبأ بيكون لشغلة عظيمة، الله قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم شو هو؟ يوم القيامة، شغلة كبيرة. أما واحد راح يشتري بطيخة شو دخل؟ هذا خبر. فربنا قال في القرآن الكريم هنا نبأ، هذا مو خبر عادي، هذا نبأ كبير مهم. قال تعالى البشارة الأولى عبادي، يعني نسبك إله، هذه من بشائر النبي لأصحابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، البشارة الأولى أنه أضافهم لنفسه سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم في أعظم إكرام. سبحان الذي أسرى بعبده فنسبوا إله، قال نبئ عبادي، هذول عبادي إلي مو لغيري. وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أني أنا الغفور الرحيم، هذه جملة مؤكدة بعدة توكيدات، بأني بأنها بالجملة كلها أنا الغفور الرحيم، هذا المبتدأ والخبر. قال هذه التوكيدات حتى يقول لك إنني أغفر، لا تقنط. هذه من بشائر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وللمؤمنين من بعده. وبشرهم يا محمد صلى الله على سيدنا محمد أنني سأكون مع عبادي غفورا رحيما. وقد قال تعالى يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلى الله على سيدنا محمد. الله 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 الله. قال أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرق كبير في اللغة لما يصف الرحمة ويصف ذاته، يعني هو ذات الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ذاتيته فيها رحمانية. أني أنا، شوف الله عم يأكد أني أنا الغفور الرحيم. فقال العلماء إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن طريق أصحابه بأن لا يقنطهم وأن ينشر بينهم
ثقافة التفاؤل. فهنا رسالة أن الصاحب الحقيقي هو الذي يخفف أوجاعك. سألت له أنا بسيطة إن شاء الله شفاء، إن شاء الله مقضية، إن شاء الله الأمور طيبة. فسبحان الله هذا المعنى فيه معنى الصحبة الحقيقية، أن صاحبك لما بشوفك تعبان بخفف عنك. صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني، مو بيشمت فيك، مو بيقول له معليش، لا. لذلك نحن بدنا نستذكر سيدنا محمد الصاحب الذي كان وفيا مع أصحابه وما نسي لهم أبدا. يعني مثلا سيدنا أبو بكر كان صاحبه في الغار وبذل ماله ومهجته، واو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما نسي لأبي بكر هذه، وأشاد بفضله وذكر فضله إلى آخره. مثلا كان عليه الصلاة والسلام يحل مشاكل الصحابة بالحكمة. بين الأزواج واحد هو ومرته اختلفوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكلم الزوج، قل له هذه زوجتك، يكلم الزوج هذا زوجك. يعني كان مهتما بشؤون أصحابه. الصاحب الحقيقي هو الذي يفكر بك، بحبك لله، ما بده منك شيء، لأنه يعتقد أن خدمتك هي قربة إلى الله عز وجل. اليوم ما راح أطول عليكم، يعني فقط أردت أن أشير إلى هذه النقاط في تعامله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه. اللهم يا حي ويا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.